عشر نصائح لفطام رضيعك دون بكاء. قللي عدد الرضعات تدريجياً. قللي الوقت المخصص للرضاعة. عودي طفلك على تناول مأكولات أخرى إذا شعر بالجوع. امنحيه حماماً قبل النوم واحتضنيه تعويضاً عن الرضاعة الليلية. لا تفطمي الطفل في الصيف حتى لا يصاب بالنزلات المعوية. ارتدي ملابس مقفولة من ناحية الصدر حتى ينسى صغيرك ثدييك. أحضري الألعاب والهدايا لتشتيت انتباه الطفل عن الرضاعة، وكلما أراد الرضاعة أعطيه لعبة ما. لا تتوقفي عن الرضاعة بشكل مفاجئ كي لا يحتقن الثدي أو تصابي بالتهابات مؤلمة به، فضلاً عن أضراره النفسية للطفل. قبل إتمامه العامين، قللي من الرضعات الطبيعية إلى مرتين يومياً لمدة أسبوع، ثم مرة يومياً لمدة 3 أيام، ثم يوماً بعد يوم، ثم أوقفي الرضاعة. غمري طفلك بحنان حتى تعوضيه شعوره بالأمان. تابعوا المزيد من الفيديوهات على tv.سيدتي.net.